شغلي كده محتمل وانا هفطر بابا واديله الدواء. لازم يفطر كويس يا داليا عشان الانسولين بينزل نسبه السكر في الدم. ما تقلقيش انا هروح الشغل شويه وارجع لك على طول. اوكي باي باي. قوم يا حماده قوم عشان خاطري. انا دود. ايه ده اللي قطع المرتبه كده؟ بابا بابا حماده. انا دود يا حماده. اعمل ايه دلوقتي؟ ما انت لازم ترد عليا. انا عارفه قد ايه انت زعلانه على ماما مين، بس انا كمان ما تعودش اشوفك كده. يلا عشان خاطري خد الدواء. مش انا ضد حبيبتك. يلا يا حماده ما انت حماتك جامد قوي. يلا قوم. ازاي الاستاذ حماده دلوقتي؟ مش احسن برضه؟ والله حالته ما تطمنش من ساعه ما حصل اللي حصل. هو بينطقش كلمه واحده. جايز يكون جات له صدمه عصبيه ولا حاجه؟ الدكتور اللي شافه بيقول ان هو فاقد الرغبه في الكلام. يبقى لازم الصدمه كانت قويه قوي. واضح انه كان مرتبط بيها خالص. ما هو البني ادم لما الوالده بتروح من الدنيا بتسود الدنيا في عينيه. حمادة كمان حالة خاصة جدا. ماما نونة كمان حالة خاصة جدا. انا متهيأليش شفت ام زيها قبل كده. الله يرحم امهاتنا جميعا يا ستي. وبعدين بقى يا دكتورة ما تعمليش في نفسك كده. تبقي اقري لها الفاتحة احسن. عشان كده يا دكتور احمد انا عايز اغرق في الشغل الفترة اللي جاية دي. انا مفيش حاجة هتطلعني من هنا فيه غير الشغل. ما انا يا دكتوره بعت لك عشان كده. يا ستي احنا استوردنا اخيرا جهاز من كوريا عباره عن معمل ليزر صغير. طبعا هو معمول عشان استخدامات تانية غير اللي انت بتشتغلي فيها، لكن انا بقول نجرب مش هنخسر حاجه. المهم الجهاز ده لو حل محل المعمل انا متاكد ان احنا هنوصل لنتائج هايله وبسرعه جدا. هو الجهاز ده ممكن اشتغل بيه في البيت؟ شوف انا هاخد عودتي واحاول اخرجهولك بعد كام يوم وربنا يستر. المهم بس انا عايز نشاط، عايز سرعه انجاز، عايز قبل شهر فبراير تكوني وصلت النتائج حاسمه. انا دكتور عايز مشروعك ده يبقى الحدث الرئيسي وقت اعلان برنامج النبوي. ان شاء الله يا دكتور.
هو اللي هيلكمك ويشبعك ويخليك تعرف تنام. يا حبيبي سخن يا اخويا سخن، لسه ما استويتش يا حماده. يا سلام عليك. يا طنط بابا مش مجنون عشان نجيب له دكتور امراض نفسيه وعصبيه؟ يا حبيبتي ما تاخديش الموضوع بالحساسيه دي، ما حدش قال ان حماده مجنون، بس لو سبناه كده هيوصل للجنون. ده يا حبيبتي نوال عندها حق، باباكي لازم يشوفه دكتور نفساني. شوف يا دكتوره، لازم تبعدي عنه اي حاجه حاده، سكينه، مقص، بدل ما يأذي نفسه. انا رايي يا جماعه انه لازم يسيب البيت فتره يغير فيها جو، طول ما هو قاعد في نفس المكان عمره ما هيقدر ينسى وعمر حالته ما هتتحسن. ده بيقطع كل حاجه، ملايات ومراتب. هقرا طلعه. سيبيه سيبيه يا داليا. لو صدقنا ان راح في النوم، ده بيسهر طول الليل وينام طول النهار. طيب ما تخلوه يروح المحل بتاعه عشان يشغل نفسه. المحل بتاعه محجوز عليه بقى خرابه، لو راح هيكتئب اكتر. حمادة، أمي حلو، أمي يا طعم، أمي يا كميلة. يا واد بلاش دلع بقى. والنبي يا رب، والنبي تحفظه وتبعد عنه كل شر، والنبي تحبب فيه خلقك وتبعد عنه كل عاصي يا رب. والله يا دكتورة أنا كنت مسافر الصين ولسه راجع امبارح، واتأذيت قوي أول ما عرفت، خصوصا أنا عارف مدى ارتباط حمادة بيه بست والدته كان قد إيه. الحمد لله على كل حال. وهو إزاي دلوقتي؟ مش أحسن؟ لسه صدمة مأثرة عليه،
ما بيتكلمش من يوم ما حصلت الوفاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس ده كده ما ينفعش. ده لازم ينزل يشتغل. الشغل بينسي الواحد. يا ريت تقنعه يا فتحي بيه. ممكن أطلع له؟ هو بس أنا ممكن أطلع له وأكلمه. وهو أول ما يشوفني هيروق. حمادة حمادة، أستاذ فتحي سلام جاي يسلم عليك. خليه نايم مستريح، أنا أبقى أجيله وقت تاني. أمال مين اللي نايم جنبه؟ دي العروسة. عروسة؟ عروسة عملها المرحومة ممنونة. عملها إمتى وإزاي؟ عملها على إيده. أنت تشبه لها بالظبط. مش مصدق إنها ماتت. دي بيتكلموا وبيكلمها. ممكن أشوفها؟ هي نايمة جنبه على طول في السرير كده، بس أنا هحاول إن أنا أجيبها لك. ثانية واحدة. العروسة دي هي اللي هتخرج حمادة بيه من أزمته. إزاي؟ أنا هنتج العروسة دي وانزلها السوق في عيد الأم. يا ريت يا أستاذ فتحي، اللي أنت هتعمله ده هيديله دفعة كبيرة أوي في حياته. قولي له فتحي شاف العروسة وهنتجها. كلمني في التليفون وأنا هجيله وقت تاني. حمادة، فتحي بيه عايز يكلمك في حاجة مهمة أوي تخص ماما نونا. حمادة بيه، البقية في حياتك. أنا عارف طبعاً الأزمة اللي أنت بتمر بيها دي، وحاسس بيك قوي يا حمادة بيه. واللي أنت عملته ده أكبر تكريم للمرحومة. بس الناس كلها لازم تعرف التكريم ده. وأنت يا أخي طول عمرك ما بيعجبكش شغل الخواجات. كل ما أجيب عروسة تطلع لي فيها لقطة الفطس. طب ما إيه؟ عروسة حلوة قوي إيه؟ وزي ما أنت حبيت ماما نونة، مش تخلي كل الأطفال كمان يحبوها زي ما أنت حبيتها؟ أنا هنتج لك العروسة دي وتحت إشرافك وهشاركك فيها. صدقني هي أكيد دلوقتي حاسة بيك وهتفرح قوي لما تعمل لها حاجة زي دي. أنا هستناك بكرة في المكتب تجيلي عشان نناقش تفاصيل المشروع. حماده مش هتفطر وتاخد الدواء؟ انا صايم. نعم بتقولي صايم؟ هاخد الدواء بعد الفطار. تريح فين؟ رايح لفتح السلام. انا كنت متاكد انك هتيجي يا عبقري. والله والله يا حماده بيه، انا من ساعه ما شفتها عندك امبارح وهي ما راحتش من بالي ابدا. اسمح لي فتحي بيه، ابقى اشرف على تنفيذها. اصل في شويه تفاصيل كده ما قدرتش اعملها بالامكانيات اليدويه. اسمح لك؟ اسمح لك ده ايه؟ انت اللي تسمح لنا، محدش ليه دخل بالعروسه دي غيرك. من اول ما يتعمل المكت لغايه ما تنزل السوق. تحب نبتدي الشغل من امتى؟ من دلوقت. اتفضل. اتفضل يا دكتور. اولا وقبل كل شيء انا بسجل تقديري واعجابي بسيادتك، لان العلماء العباقره اللي زي حضرتك هما اللي بيدوا بلدنا امل. شكر قوي على المجامله الرقيقه دي، هي الحقيقه بدات مطمئنه. انا اصلا من ساعه ما سعادتك كلمتني في التليفون ما اكذبش عليك، مخي عمال يودي ويجيب. لو قلت شاب ايه؟ يعني قهوه على الريحه سمعت. انا كمان بشرب قهوه على الريحه. اتنين قهوه على الريحه. على فكرة المفروض إن أنا أجي لك مكتبك تقديرا لشخصك ومكانتك العلمية، لكن أنت عارف بقى الداخلية لما بتزور حد بتبقى فضيحة، البلد كلها بتعرف وبتبقى إشاعات، لكن لما سعادتك بتيجي تزورنا هنا أهو تقضي مصلحة، بتشوف حاجة
واحنا عايزين الموضوع يبقى في منتهى التكتم. موضوع يا ستلوى، سيادتك في مركز خطير وفيه عيون كتير بتترصدك وبتعد عليك خطواتك، وانت عارف ان اليومين دول قرار المد والتجديد لسيادتك هيتمضي، فاحنا عايزين بعض المعلومات. يعني هما محتاجين على وجه الدقة معلومات عن سيادتك، وانت حضرتك اللي هتقدم لهم المعلومات دي. هما مين بالظبط اللي طالبين المعلومات دي من فضلك؟ ده مش موضوعنا يا دكتور، احنا عايزين نقدم التقرير بسرعة لانهم مستعجلين قوي على المد والتجديد لحضرتك. خلاص حضرتك اكتب التقرير اللي انت عايزه، انا ممكن افهم انا هنا بعمل ايه بالظبط. اهدى يا دكتور اهدى، حضرتك هنا بصفة رسمية. بصفة رسمية؟ يعني ده استدعاء بقى ولا ايه؟ لا 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 لا، عفوا دكتور، المقامات محفوظة طبعا. شكرا. تفضل يا دكتور. ممكن اعرف ايه الموضوع من فضلك يا سيادة اللواء؟ في بعض الاجهزة رصدت بعض الحاجات عندك في المركز، احنا عايزين نرد عليه. حاجات ايه يا سيادة اللواء؟ في جهاز خطير اختفى من المركز، كان في عهدتك وانتوا استوردتوا جهاز بديل ليه وفي وقت مبكر جدا، يعني الجهاز ما كانش لسه استهلك. انا برفض الاتهام ده، يعني ايه الكلام ده؟ انا متهم بالتبديد؟ العفو يا دكتور العفو، بالعكس انت وضعك المادي وممتلكاتك وحسابك في البنك بيقول انك اشرف بني ادم قابلته في حياتي، حكايه ملهاش علاقه خالص بالتبديد، موضوع اخطر من كده بكتير يا دكتور. والله يا اخي اذا كانت دي اخره 40 سنه من الشقه والبحث العلمي فانا مش عايز التبديد. ارجوك لو سمحت خليني اكمل كلامي، في كلام بيدور عن شيء غامض بينك وبين الدكتوره نوال عزو. شيء غامض ازاي؟ نوال عمرها تلمسي بالجامعة وانا معيد عليها، وجوزها الله يرحمه استاذنا كلنا. ايه بقى اللي حضرتك عملته عشان ترد الجميل لاستاذك الدكتور مختار ولمراته الدكتورة نوال؟ عملت الواجب، قابلت استاذة فاضلة عالمة بقى لها 20 سنة برة وجاية مليانة حماس نفسها تخدم البلد دي يا جماعة. ايه بقى اللي الدكتورة نوال متحمساله عشان تخدم البلد؟ موضوعات علمية معقدة يطول شرحها. اوكي انا عايز العنوان بس، التايتل. يعني دكتورة نوال بتشتغل في استخدام الطاقة الذرية في تكرير مياه الشرب. وسيادتك متأكد من الكلام ده؟ انا مدير المركز، لو انا مش عارف كل عالم عندي بيشتغل ايه تبقى مصيبة. على فكرة انا بقالي 38 سنة بشتغل في الداخلية، حياتي مع آلاف البشر لدرجة إني بقت عندي قدرة خاصة لما أبص في عيني اللي بتكلم معاه أعرف إذا كان بيقول الحقيقة ولا لأ. وإيه هي بقى الحقيقة؟ الحقيقة لو سعادتك صادق في اللي بتقوله يبقى من حقك يمدولك ويجددولك كمدير لمركز الطاقة النووية. إذا ما كانتش دي هي الحقيقة، لو ما كانتش دي الحقيقة يبقى من حقك برضو إنهم يمدولك ويجددولك. أنا بكرة الصبح هبعت التقرير إن شاء الله. ايوه نوال. لا انا في الطريق للمركز، انا اصلي قابلت واحد صديق عزيز وكلام خدنا، يعني انا جاي في الطريق. مع السلامه. الله يا راجل حاسب، البلد كلها مطبات يا دكتور، هم مش هيصلحوها بقى؟ معلش صدقني معلش،
بالصبر بلدنا هتبقى أحسن بلد في الدنيا إن شاء الله. ألو؟ أهلا وسهلا يا فندم. إزاي سعادتك يا فندم؟ الله يخليك. أيوة يا فندم، أنا أصل الحقيقة أنا كنت ناوي أطلب كده من سعادتك يا فندم، أصل عايز أرتاح. شكرا يا فندم. حفل التكريم؟ حفل التكريم على إيه بس يا فندم؟ وأنا عملت حاجة؟ أنا عملت الواجب اللي عليا وبس، ما عملتش حاجة زيادة. شكرا يا فندم، مع السلامة. أنا مش عارفة أقول لك قد إيه أنا سعيدة يا حمادة بزيارتك دي، مفاجأة حلوة قوي. أنا جاي أشكرك على الفترة اللي استحملتيني فيها في بيتك يا نمر. ربنا يقدرني على رد جميلك. جميل؟ جميل إيه وبيت إيه؟ أنت جاي يعني عشان تقول لي الكلمتين دول؟ لا أنا جاي أسلم عليك إن هسيب البيت النهاردة. بيت إيه اللي تسيبه؟ مش ممكن طبعًا. أنا خلاص رجعت الشغل، الظروف هتبقى أحسن وهقدر آخد شقة مفروشة جنبك. شقة مفروشة إيه يا حمادة؟ أنت أكيد بتهزر. حمادة أنا ضايقتك في حاجة في البيت؟ الولاد ضايقوك؟ أنا مش هقدر أعيش في البيت ده تاني يا نوال. أنا مش قادر أبص على الحيطان، كل حتة فيه بتحسسني أنا ما استاهلش أعيش هنا. أنت ليه بتقول الكلام ده يا حمادة؟ عشان انا السبب، انا السبب في كل اللي حصل. السبب في ايه بس؟ دكتور نوال، اجتماع عائلي، انا اسف انا جيت في وقت غير مناسب. لا ابدا يا دكتور احمد، اتفضل. اهلا حماده بيه، ازيك؟ اهلا فندم. لا ما شاء الله انت كده احسن كتير. الحمد لله يا دكتور. كنتوا بتتكلموا في حاجه خاصه؟ لا ابدا يا دكتور. أنا أصلي عايزك في كلمتين. أمشي أنا دلوقتي وبعدين؟ لا تمشي تروح فين؟ بس أنا ما فيهاش سر، هتقروها في الجرايد الليلة دي. باركولي يا جماعة، أنا تقريباً اترفدت. اترفدت؟ مالك مستغربة كده ليه؟ أنت بتتكلم جد؟ هو في حد بيترفد بهزار ولا إيه؟ إيه السبب؟ أنت السبب يا دكتورة. بنت عم حضرتك هي السبب في اني اترفدت. معلش مش فاهم حاجه. هي بقى تبقى تفهمك بعدين. المهم يا دكتور انا جاي لك عشان اقول لك انا مش ندمان، بالعكس انا حاسس بشعور غامر من السعاده، حاسس اني مزقطط خفيف فرحان. المهم انت تكملي والا ابقى اترفدت على الفاضي ودي تبقى حاجه بايخه قوي. انت ده المشوار اللي كنت فيه لما انا كلمتك. الغريبه بقى ان اللي كانوا بيحققوا معايا كانت عينيهم بتقول لي كلنا نعمل ايه عشان نساعدك، يا ريت نقدر نساعدك، دول كمان مش لازم نخذله. ها باي 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 يا جماعه، انا فاضي دلوقتي، تليفونات. ها انا اذنك حمد ابي، خد بالك من بنت عمك. ها كنا بنقول ايه يا حمد؟ كنت بقول ان انا السبب. كل لحظة بتعدي عليا معاكي بحس قد ايه انا كنت حقير وقتها، اناني ما بيفكرش غير في نفسه. انت عايز تقول ايه؟ انا اللي موتت ماما نونة، انا اللي عملت كده. انا يومها خدت السي دي بتاعك
وكنت رايح للدكتور عماد عشان اديهوله وقبض التمن عشان ابيعك. كنت عايز ابيع البلد كلها. ماما نونا يومها مسكت فيا وقعدت تتحايل عليا، انا ما سمعتهاش، كان قلبي حجر وضربتني بالقلم. اول مره ماما نونا تمد ايدها عليا، بس الألم جه متأخر قوي. أيونا عملت كده. عرفت ليه بقى؟ يومها لما كلمتيني قلت لك قولي لها إن أنا عملت اللي هي عايزاه وهي تقوم على طول. كنت عايز أعتذر لها أنا، كان نفسي أعتذر لها بس ما لحقتش. ليه ما بعتش السيدي؟ رجعت بيه ليه؟ مش عارف، بيتهيألي ألم ماما نونا زي ما جه متأخر أنا كمان حسيت بيه متأخر. في اللحظة اللي الدكتور عماد سابني ودخل يجيب لي الفلوس حسيت قد إيه أنا صغير قوي. أنا آسف يا نوال، أنا عارف قد إيه أنت بتحتقريني دلوقتي، بس صدقيني مش ممكن قد ما انا بحتقر نفسي اشوف وشك على خير. استنى يا حماده، ما تسيبنيش، ما تسيبش البيت يا حماده. انا مش قادر ابص في وشك بعد اللي قلته لك، حتى لو قلت لك اني محتاجه لك ورحمه ماما نورا ما تسيبني. حاجه عظيمه جدا يا حماده بيه، بجد انا مبهور بحضرتك. أنا آسف على الخلاف اللي حصل بيني وبينك قبل كده، ما كنتش عارف قيمتك كويس. مش أنت أنا يا أستاذ أحمد، قيمتها هي. تعيش وتفتكر يا حمادة بيه. حمادة بيه، أنا كنت عايزك دقيقة والله. طبعاً إذنكم. اتفضل اتفضل. خير يا فتحي بيه؟ خير قوي. تصور قبل ما نبدأ نعمل أي دعاية ولا أي حاجة، بعتنا الكتالوجات بتاعتنا للموزعين، جابوا لنا طلبيات بستة مليون جنيه. عايزين بقى نفك الحجز عن المحل عشان نعرض منتجاتنا هناك ان شاء الله. شفت بقى الست دي مبروكه قد ايه؟ ايه انت مش فرحان؟ ما عادش في فرح ولا حزن بعد ماما نونا فتح بيها. مش ممكن مش ممكن، انا مش مصدق نفسي. حماده بيه بنفسه، ده الشرف العظيم ده. يا سلام، خطوه عزيزه. ما تنزل والنبي، لا تنزل، ده احنا طبخين باميه فوق تستاهل بقك حاجه ساعه. يالا اسمع بس يا سيد، انا بس جاي اقول لك ان انا رجعت المحل خلاص، ان شاء الله بكره هفتح وانا محتاج لك معايا. الف مبروك الف مبروك، انت تؤمر. انا من الصبح هاجي لك على ايديا ورجليا. شوف كمان الناس اللي كانوا شغالين معانا يا سيد، لو اي حد منهم عايز يرجع قول لهم انا هديلهم مرتبه مره ونص. ربنا يعمر بيتك. وانت يا سيد مش هتبقى مدير المحل بس، انت هتبقى شريكي بنسبه 10%. انت بتقول يا حماده بيه؟ دي كانت وصيه ماما نونا عشان تامن مستقبل عيالك. في الجنه ونعيمها، في الجنه ونعيمها يا ماما نونا. والله والله يا حماده بيه دمعتي ماليش فتش عليها من ساعه ما ماتت لغايه دلوقتي. قرار الفتحه يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. لا تلغينا عن الموضوع عليه ولا الضالي. آمين. بكرة الصبح في المحل يا سيد. ثانية واحدة أحمد أبي، حياة النبي حياة النبي الغالي، أصل ماما نونا كانت كل يوم تتصل بيها في المحل وتقول لي هو حماده بيه مبسوط النهارده يا عم سيد؟ قال لها أيوه مبسوط. قال لي يا بلوتو، ما دام يقول لي يا بلوتو يبقى مبسوط. أنت عايز إيه دلوقتي يا سيد؟ نبي ما تمشي إلا لما تقول لي يا بلوتو، نفسي أسمعها منك. ماشي يا بلوتو. معلش يا دكتور، احنا مدخلينكم في مشاكلنا، بس نعمل ايه؟ احنا ملناش حد غيركم برضو. خير يا عيشة؟ ابراهيم. ماله ابراهيم؟ ابراهيم ضاع خلاص، ابراهيم انتهى. ابراهيم ما بيجيش البيت بالاسبوع والاتنين، قلت له النهار بيلف على الجوامع، وبالليل قاعد قدام السيدة نفيسة لا شغلة ولا مشغلة، وبياكل في موعد الرحمن وبينام على الرصيفة. مش كان مقدم في امتحان الخارجيه؟ خارجيه ايه؟ انا تعبت خلاص، انا غلبت معاه،
بعد 22 سنة شقة وغلب عليه تبقى دي آخرتها. طب سيبيلي إبراهيم أنا هتكلم معاه. تتكلمي معاه فين يا دكتورة؟ مش لما نبقى نلاقيه، مش لما أبقى لاقيه أنا عشان أتكلم معاه. أستأذن أنا بقى يا دكتور. مع السلامة يا عيش. إزيك يا عيش؟ إزيك أنت يا سي حمادة؟ عامل إيه دلوقتي؟ خدي يا عيش امسكي النور. لا كتر خيرك يا سي حمادة، مستورة مستورة. خدي يا عيشة اديهم لإبراهيم قولوا له أبوك بعت لك دول. كتر خيرك يا سي حمادة، تسلم من كل راضي. بالإذن. غلبانة قوي الست دي، حمالة قاسية. إبراهيم تعبها قوي. ليه؟ ماله إبراهيم؟ ازيك يا ابراهيم؟ ازيك انت يا ماما؟ انا محتاج لك يا ابراهيم. محتاج لنا؟ انا قصرت في حقك يا ابني، ومحتاج لفرصة أخيرة عشان أكفر على اللي عملته. مش ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لنا؟ ربنا غفور رحيم. انا غلطت، انا غلطت كتير يا ابراهيم، وانت اللي هتخلي ربنا يغفر لي. انا استغفر الله العظيم. هو ايه اللي بيفضل من عمل ابن ادم؟ مصادقه جاريه وعلمه ينتفع به، وايه كمان يا ابراهيم؟ ولد صالح يدعو له واستخسر في ابوه وتدخله الجنة. يلا يلا المواقف دي اتعملت للناس المحتاجة، هنزحفهم في رزقهم. ربنا كرمنا الحمد لله، ولا ايه يا عز؟ يلا يلا اتفضل. مولا ابراهيم شفت الحتة الملبسة دي؟ انا هموت عليها، كلها لي انت بقى عشان الدكاتره بقى قالني. ايوه يا عم. انا مش هسيبك ابدا بعد كده يا ابراهيم، ولما تنجح وتبقى سفير ان شاء الله في موزمبيق رجل على رجلك. انت لسه عندك امل في موضوع سفير ده؟ يا ابني انا واثق انك ناجح، ناقصك ايه انت قول لي؟ مذاكره هنموت نفسنا، تقدير جيد جيد جدا، طالع من العشر الاوائل، مستوى اجتماعي بقى اوعى ما تقولش ابراهيم عزه اللي جده عزه باشا شخصيا. عايزين ايه اكتر من كده؟ اقولك على حاجه بس ما تضحكش عليا. لا ما تقولش عشان هضحك عليك. انا حاسس ان انا اتولدت من جديد النهارده. بابا جرأت الجلابيه دي. يلا يعني الجلابيه نظيفه قوي عشان ترميها بقى، ودقنك دي مقبضه قوي. انا هاخدك النهارده هعمل لك عمره. يا اخي وقت مليان دهن يا اخي. الشاي يا سعاده السفير. يا بابا حضرتك عامل الشاي بنفسك؟ ما انا ممكن اقوم اعمل كل حاجه. انت ما بتعملش اي حاجه، انت تقعد تاكل الكتب دي اكل وانا قاعد جنبك. طب حضرتك اطلع استريح في اوضتك وانا هقعد اذاكر لحد الصبح. انا مش تعبان ولا جاي لنوم، وبكره المصنع اجازه، يعني انا قاعد على دماغك للصبح. ماشي تنور يا باشا. ايه اهلا بيه. بقول لك ايه، انت ما تعرفش حد في الخارجيه؟ لا اصل ابن ابراهيم داخل امتحان الخارجيه. ايوه اللي انت قابلته في شرم الشيخ. فأنا عايز حد يعني أوصي. لا 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 ما اتكلمش ثابت بيه ده، أنا مكلم مصر كلها لغاية دلوقتي. خليك في اللي أنت فيه، ما تشغلش نفسك بيا. أهلا بيه. لا أنا معاك أهو.
بحبك قوي. حماده عايزه خليه يتفضل طبعا. ادخل. اهلا اهلا حماده بيه. انا متاسف يا فندم، دايما باجي سيادتك من غير ميعاد، بس ده من العشم والله. لا لا اتفضل اتفضل، اؤمر حضرتك. دي هديه صغيره كده لانجي لسه ما نزلتش السوق. ده شغلك؟ ايوه فندم. والله دي حاجه عظيمه جدا. ايه ده حماده بيه؟ دي شبه المرحومة بالظبط. هي المرحومة. ده حاجة عظيمة جدا. الله ربنا يبارك لك يا حمادة بيه. اتفضل اتفضل استريح. متشكر قوي. يا مرحبا. أنا كنت جاي لسيادتك في الطلب كده. أتمنى إن حضرتك تقف جنبي فيه. اتفضل. أمر. إبراهيم يا ابني. مال؟ داخل امتحان الخارجية. على فكرة فندم إبراهيم اتعدل خالص. بقى إنسان تاني والله. سيادتك لما تشوفه تحبه قوي، بقى شاب يفرح فعلا. انا بس كنت خايف انه يحبط لو استبعدوه من دخول الامتحان. ويستبعدوه ليه؟ ما هو سيادتك عارف لما كان طالب في الجامعه كان طايش شويه، ماشي ورا افكار شويه عيال كده لخبطوا له دماغه، وطبعا هما في الخارجيه هيبعتوا يستعلموا عنه عن طريقه. فانا برجو سعادتك انك تشوف بنفسك التقرير اللي هيتكتب في ابراهيم، تدي فرصه اخيره للشاب انه يبقى بني ادم. حاضر حاضر يا حماده بيه. هو في حاجه تانيه كمان، معلش انا تقيله. أمر. كنت انا وداليا قدمنا شكوى في حسام ابني، وهو خد جزاءه، خد 3 شهور ايقاف عن العمل ولسه موقوف لحد دلوقتي. معلش يا حبي، ارجوك امسحها فيا نادي، رجعه الشغل تاني عشان خاطري. حماده بيه انت عارف ان اي ضابط بياخد جزاء يستحقه لازم يتنفس. ما هو انا وداليا هنيجي نتنازل رسمي عن الشكوى. انت عارف سيادتك حسام قدم خدمات كتير للداخليه، معالي الوزير بنفسه اداله وسام، واذا كان هو غلط الغلطه دي فانا متاكد انه خلاص اتعلم، لا يمكن هيغلطها تاني. انت بتكلمني عن حسام وكانه ضابط عادي عندي في الاداره، انت مش عارف ان حسام ده زي ابني بالظبط. انا اكتر واحد استاء لما خد الجيزه الحقيقه. خلاص يا فندم، يبقى أرجوك تسامحه، أنا ماليش في حسام قد ما ليك فيه. عايزك تبقى واثق من نفسك كده وما يهمكش أي حد. ها ربنا يستر. امتحنت؟ لا لسه. بقول لك يا بطل، عايزك ترفع راسنا، عايزك تخش اللجنة تبهرهم. هيبهرهم إن شاء الله. أنا مش مصدق يا إبراهيم، هتبقى سفير، ده أنا هتقالد بيك قلاطة. سفير عيلة عزه في الخارج. ايه يا ابراهيم انت كويس؟ انصفني يا ابراهيم، اخر التعب خير ان شاء الله. انا حاسه النهارده ان انا اللي بامتحن مش انت. ما تخافيش انا مذاكر كويس. يلا يا عيشه تعالي ارتاحي. ازيك يا ابراهيم؟ امتحن النهارده ان شاء الله؟ ان شاء الله. وانت؟ انا جاي وعارف ان انا مش هقبل، تحسين حاصل. يا راجل بلاش التشاؤم ده، محدش عارف في ايه. ايوه يا باشا، انا قدام اللجنه دلوقتي. ده بفضل توجيهات معاليك يا باشا. الله يخليك. اللي جابك يا شريف؟ انا عارف ان ناجح من امبارح، النتيجه جات لي بالتليفون من شخصيه مهمه قوي، انا جاي تحصيل حاصل. امر يا باشا. من بكره ترجع مكتبك. بجد يا معالي الباشا؟ ايه اللي بجد ده؟ انت نسيت الميري ولا ايه يا حظ ظابط؟ ده امر، ترجع مكتبك من بكره الصبح. على فكره الطريقه بتاعتك مش هتفوتك يا سياده الرائد. أنا مش عارف أقول لسيادتك إيه يا معالي الباشا، أنا متشكر متشكر جدا. مش أنا اللي أستحق الشكر، والدك الأستاذ حمادة هو اللي رجعك الشغل، هو اللي جالي هنا وترجاني بعد ما تنازل عن الشكوى اللي كان مقدمها ضدك، وأنا وافقته ونفذت. بابا عمل كده؟ تروح تشكره قبل ما تيجي مكتبك الصبح. حاضر يا معالي الباشا. استنى يا حسام. امسك افتح. ايه دول يا مهندس؟ ايه دول؟ انت ضابط امن دوله لازم تفهمها وهي طايره. دول الدبل اللي هتلبسهم انت ومرفت.
انا مش عارف اقول لك يا باشا. وهتفتكر ان انا اللي جايبه؟ انت طبعا عارف ان انا مش هدلل على بنتي عشان اجوزها. العفو يا معالي الباشا. ابوك هو اللي جاب لك الدبل دي يا حسام. مبروك يا ابراهيم. الف مبروك يا ست السفير. الله يبارك فيك. دي لجنه وسايط. انا هكتب في الصحافه واقلب الدنيا. اه وسايط. ابن مين ده عشان تدخلوه خرجيه؟ يا حماده يا جامد. بما انك خلاص بقيت في السلك الدبلوماسي لازم نمشي لك في السلك التاني. سلك ايه ده ابو؟ سلك الجواز. عايزين نقع بقى على بنت حلوه ومن عيله تبقى انقح من مرات حسام بنت مساعد الوزير. لا اطمن، السلك التاني ده انا لقيته خلاص. مين؟ سلوى بنت السباك. بعدين يا بابا؟ طبعا ما جايب عيشه. يعني عيشه تجيب لك ايه بنت انصل؟ انا يسعدني جدا ان انا اتكلم معاكم النهارده في حدث مهم جدا. الحقيقه استاذ حماده عزو قدم لنا عروسه تعتبر تغيير كبير قوي في عالم لعب الاطفال. قدم لنا العروسه الام. العروسه الام تمثل الام. الف ام لحماده. ازيك يا شادي؟ ازاي حضرتك؟ والله انا حاسه ان ماما نونا لسه بتربي وبتنشئ تحفه فنيه يا حماده بيه. طول عمرك بتقول عليا عبقري. انا ماجيش جنبك حاجه. الام صحتك ازيها يا دود؟ الحمد لله، بس مش طايقه نفسي ولا طايقه شادي. قلب تتحجج بالحمل. قال هي طول عمرها كده مش طايقاني يا حماده بيه. الام والله كان نفسي اجيب بنت اسميها نونا. اللي يجيبه ربنا كويس يا دود. طبعا ده يعتبر فكر جديد، لان العرايس اللي احنا بنستوردها اصلا من بره جايه من فكر نابع من فكرهم هم، مش فكرنا احنا. احنا لينا افكار تانية خالص، لينا تقاليد، لينا مسل معينه بنتعامل بيها مع اطفالنا، بنحاول ننمي هذه النقطه. مبروك يا حماده. ونغرسها. يعني مثلا استاذ حماده عز يوم قدم لنا. انت ليه مش عايز تتكلم في الصحافه ولا يعني فكر جديد فعلا؟ اتكلم اقول ايه؟ طبعا انا اتكلمت مع حضراتكم كتير، لكن احسن واحد يكلمكم عن العروسه الام هو الاستاذ حماده. يا استاذ حماده، استاذ حماده، دكتوره نوال، استاذ حماده فين؟ خلاص يا نونا، كل حاجة بقت كويسة. نوال قدمت المشروع بتاعها خلاص وحققت اللي هي عايزاه، وكل واحد من الأولاد عارف طريقه هو كمان. ما فضلش غير أنا. الحياة بقى دمها تقيل، بقى دمها تقيل أوي. كنت عايزة تلم ولادي حواليا عشان ما بقاش وحيد من بعدك. أو تلموا حواليا، بس الوحدة اللي أنا حاسس بيها محدش في الدنيا تصورها غيرك أنت. الدنيا فضيت قوي يا نونا. واليوم ونحن ندخل عصرا جديدا في مصر، عصر الطاقة النووية، وهي لحظة فارقة في تاريخنا المعاصر. يسعدني أن أقدم لكم
العالمة المصرية الكبيرة الدكتورة نوال عزو، وهي التي قدمت لنا الأساس الذي سيبنى عليه برنامجنا النووي. كما يسعد المركز أيضا أن يكرمها وأن يمنحها درع التفوق العلمي. أكتر من 20 سنة أنا والمرحوم الدكتور مختار حسين بنشتغل على المشروع ده. ده نتاج جهده وتعبه وشقاه السنين اللي فاتت دي كلها. أنا ما عملتش حاجة غير إني كملت المشوار اللي هو ابتداه، وعشان كده أنا بهدي الدرع ده للدكتور مختار حسين إن هو أحق مني بده. عامل رجيم ومش هبوظه. طب دلوقتي ابراهيم هيتجوز سنة وحسام هيتجوز يوم، حمادة بقى هيتجوز هو حمادة لسه هيتجوز؟ انت عارفة انا عندي كام سنة انا والدي؟ انا عندي 61 سنة. ده احسن سن للجواز. يا سلام. في المانيا بيقولوا ان الحياة بتبدأ بعد سن 60، يعني انت يا حماده عندك سنه واحده بس، وبعدين يرضيك التلات عيال اللي انا مخلفاهم اربيهم لوحدي؟ مش محتاجه برضو مربي فاضي يربيهم معايا؟ مربي فاضل اذا كان كده يبقى ممكن. مبروك يا بابا، ألف مبروك. داليا جابت حمادة، حمادة عزو الصغير. ده زي القمر، شايف تختك زي بالظبط قلبوزة. وانت يا ابني ايه؟ مفيش حاجة في السكة؟ هم الحمل فيها ظابط ازاي يعني؟ ولا مأجل للحركة الجاية. يا دي حمد الطعام دي، الواد نسخة مني مش كده؟ شوف بقى ده حمادة، انا بقول لك هو من اول يوم انا التزم نمشي صح في حياتنا، الصحيان بمعاد، النوم بمعاد، نبقى شاطرين في المدرسة، نسمع كلام بابا وماما، ولا الكذب انا موت وسم اللي يكذب، تغلط ولا انا غلط مفيهاش حاجة، تغلط وتداري هي دي الغلطة الكبرى يا جميل. يتربى في عزك يا حمادة. سامع هوس، وسع انت وهو وشوفوا التحفة الفنية اللي انا عاملها دي عملتها ازاي. التحفة دي هدية حمادة الصغير، لكن اللي هيستلمها بقى حمادة الكبير. بص يا حمادة بيه وقول لي ايه رأيك. Thank you.
دلوقتي بقى خلاص تقدر تظبط ساعتك على حمادة بيه عزو. الساعة 7:30 بالثانية هيكون قدام القصر. ما خدش عربيته طبعا. حمادة بقى إنسان رياضي بمعنى الكلمة، وكمان بقى إنسان ملتزم جدا. لو عدت جنبه مارلين مونرو لا يمكن هيبصلها ولا هتلفت نظره. هو اللي يتجوز نوال يقدر يبص لحد تاني. يا حمادة يا جامد. لا خلاص، زمن الحلويات والدهون والسعرات الحرارية انتهى. حمادة مقاطع الحاجات دي دلوقتي تماما ولا يمكن يوصلها. ما قالوا لي حتة زغنطوطة مش مشكلة. معلش من نفسه. ايه ده كله يا حمادة؟ دي اللي حتة زغنطوطة؟ حمادة أول ما بيوصل مكتبه لازم يكلم ولاده واحد واحد يطمن عليهم. أول واحد حسام، وبعدين داليا، وبعدين إبراهيم. حمادة الصغير شفته بقى قد إيه؟ بسم الله ما شاء الله. أهو ده بقى ننوس عين جده، ما بيفرقوش لحظة. حمادة اوعى تقول لطنط نوال ان انا خرجتك بدري من المدرسه النهارده. حاضر يا جدو.